ما شاء الله عامل له عامل اربع اغاني، جامد قوي. اربع اغاني. عمرو صعب يعني بيسمع الكلام يعني تسمعه وياخد يمشي يشيل، ولا من النوع اللي يروح ويرجع؟ طبعا بيبقى ليه وجهه نظر وليه فكر وليه شكل عايز يقدمه للناس. يعني من النوع اللي بيحبكها يعني. بالعكس هو بيكي بس فنان جدا، فنان فنان. هو فنان ما يقدرش يقبل اي تنازل، ما عندوش حاجه بيفكر فيها غير غير الموضوع ده بالظبط، الموضوع ده وبس يعني. ومش كل الناس بتتعب بتطلع برضه شغل كويس يعني. هو بيتعب بس هو ليه برضه وجهه نظر وليه ذكاء وليه يعني عارف هو الناس عايزه ايه. طبعا ده حقيقي. والالبوم بتاعه نزل امتى؟ قريب خلاص. في حاجات من اللي انتوا سربتوها ممكن نسمعها؟ لا سربناها. صحيح انتوا بتسربوا الاغاني عن قصد يعني؟ يعني في بيحصل تسريب على النت مثلا اغاني او كده؟ انا الالبوم بتاعي اتسرب. ما حدش مصلحه في كده يعني، ولا المطرب ولا المغني يعني. المطرب هينزل قبل ال واسكت انتاج ولا اي حاجه. تسرب ازاي الاغاني يا نادر مثلا؟ يعني مثلا انه عمرو دياب قبل ما ينزل ب 10 ايام يبقى ليه اغنيتين على النت؟ بص اقول لك على حاجه، الحمد لله عمرو دياب ده عامل بالنسبه لي يعني الحمد لله الالبوم الوحيد اللي تقريبا ما اتسربش لعمرو دياب اللي هو ليلي نهاري اللي انا كنت عامله له. بس ما اعرفش بقى بعد كده. ما خرجش من عندك يعني؟ ما خرجش لا من عندي. بس ما يعني هل ممكن من الاستوديو مثلا او يعني ناس ممكن مش شرط الاستوديو، الناس اصحاب الاستوديو يعني ممكن يبقوا الفنانين اللي بيشتغلوا جوه الاستوديو؟ ممكن. بس هو عمرو دياب قيمه يعني، الناس بتجري عليه قبل ما عايزه هتموت وتعرف هو بيعمل ايه يعني. جايزه بيحصل له هو بالذات يعني. الاغاني بتاعت عمرو دياب اللي ما نزلتش دي كمان يعني، اللي هي اللي بتبقى متسربه دي ممكن تتباع بفلوس كتير، يمكن اغلى من الفلوس اللي بتتباع بيها الاغاني اللي بتنزل عادي يعني. بالظبط. انت كنت عامل له ايه في ليل النهار؟ الشريط كله ما عدا خلينا نشوفك كله. ايه اكتر اغنيه انت حاببها؟ ودي بتاعتي برضه طبعا. انا مش عارف اغنيها طبعا. لان انت عمرو بقى وبن عاليه اغنيها على الجيتار وتاخد الطبقه. طيب اوكي. خش من هنا. وبيننا معاك لو احنا بعاد اكيد راجع، ولو بيني وبينه بلاد. وبيننا معاك لو احنا بعاد اكيد راجع، ولو بيني وبينه بلاد. قصاد عيني في كل مكان، وصاب عيني في كل مكان. ومن تاني اكيد راجعين، انا دايب وكل حنين، ولا عمري ابيع لو مين. قصاد عيني ومش قادر على الايام، ولا يوصف هوايا كلام. وطول ليلي ولما بنام قصاد عيني، قصاد عيني في كل مكان، قصاد عيني.